نبتدي. اما نيجي نذاكر الشيت او نقسم الشيت، انا دائما وابدا هتلاقيني ببدا بالحاجات الصعبه او الحاجات اللي بتاخد تايم عن الحاجات السهله، فاكيد مش هبدا بالصح والغلط، واكيد مش هبدا بالاختيارات عشان ماليش نفس. اما هبدا بالجيف ريزون وانتوا بتذاكروا برضه تبدا بالجيف ريزون، هبدا بالوات هابن وانت بتذاكري برضه تبدا بالوات هابن، هبدا بالايكويشن وانت بتذاكر برضه تبدا بالايكويشن. وبعد الايكويشن حفظت بتوع موديل بتوع سترون كله حلو. الايكويشن بتاعت كام؟ شابتر 2 ايه شابتر 2 ماشي. حفظت الكيس بتاع شابتر يعني شابتر ايه. وبعد كده الساينتفك تيرم، واخر حاجه نبقى نبص للصح والغلط والايه والاختيارات، ما بياخدوش وقت في المذاكره. نبدا اول سؤال بيقول لك البتريفايد وود او الخشب ار كونسيدر فروم فوسيل. البتريفايد وود او الخشب المتحجر ده بيعتبر فوسيل also، مع انه لوك لايك روك صخور، فازاي يعتبر فوسيل؟ اكيد اكيد هنقول له ايه، عشان هو بيدينا ديتيل اباوت لايف اوف بلانت. اي حاجه فيها الديتيل بتاعه اللايف بتاعه البلانت هتعتبر ايه؟ فوسيل. فهنقول الاجابه because they are. لا ما تكتبيش because they are، يعني انا مش هكتب، انا بروح كاتب على طول give us details. give us details about life of about بلانت. السؤال اللي هو about ايه؟ life of بلانت. of بلانت. السؤال اللي هو بيقول لك البايلوت الطيار بريفير بيحبوا يطيروا في حاجه اسمها الاستراتوسفير. ده سؤال سهل، ليه بيحبوا الاستراتوسفير؟ عشان ما فيهوش لا كلاود، ما كانش فيه سحب، وكمان الاير هوريزونتالي. فهنقول ديو تو او بسبب ان الاستراتوسفير دونت كونتين كلاود. دونت كونتين كلاود and horizontal air. لو ما كتبناش horizontal air تبقى غلط. هي دي السبب، يعني horizontal air عشان الهواء بيمشي في الحتة دي بالعرض فالطيارات بتحبه، عشان لو الهواء بيمشي بالطول او عمودي الطيارة تقعد تتخبط وكده، فالطيارة بتحبه. مستر انت متأكد ان الحاجة مشيت؟ ان شاء الله كله. كل سنه بتسالني نفس السؤال وكل سنه بجاوب نفس الاجابه. ان شاء الله كله كله. افهم استغراب قليلين قوي بجد، فاهم كده اربع صفحه. الحمد لله. هي السنه الجايه بقى وهي اللي احنا بنستعد لها. السنه الجايه. ووتر اند امونيا ار بولر كونتيننج كوفالنت كومباوند. ليه الووتر والامونيا كوفالنت كومباوند؟ ديو تو difference in electronegativity. فنقول due to difference in electronegativity بسبب ان في فرق فين في electronegativity. المفروض ان احنا نفصصها between O and H وبتوين N and H. أيه. ده المفروض. ثانية احنا في due to difference in electron negativity. is high. اكتبي خلاص. because difference in electron negativity is high. وخلاص كده. حلو قوي. اوكي. اللي بعديها الاتوميك سايز انكريز ان جروب. ليه؟ because due to increase in energy level. Due to increase in energy level. اللي بعديها element of the same group دايما have similar property. ليه؟ because زي بعض في الاتوميك نمبر، زي بعض في سيم نمبر اوف الكترون ان اوتر موست انرجي ليفل. سيم نمبر اوف
electron and outermost energy level. شاتور مين؟ مستر ليه الليكويفايد نيتروجين؟ ليه الليكويفايد نيتروجين كان بيحافظ بريزرفيشن اوف كورونيه اوف اي؟ ليه بيحافظ على قرنيه العيل؟ ليه؟ عشان كان عنده لو بويلنج بوينت 196 نيجاتيف 196 نيجاتيف 100 كتب النيجاتيف على طول كتب الاول low boiling point سالب 196 100 negative 100 96 اللي بعدي المقطم mountain can see كان بحر زمان من 35 مليون سنة كان ممكن نروح نصيف في المقطم بس الكلام ده ثانية واحدة كان في ديناصورات ما تروحيش من 35 مليون سنة ليه؟ نيوميتاليا فوسيل due to presence of نيوميتاليا فوسيل due to presence of B-R-E B-R-E S-E S-E N-C N-C E Presence of نيوميتاليا فوسيل. اهي نيوميتاليا مثلا ممكن تسأليني تكتب ازاي اصدقك اللي هي كانت جاية اما Presence لا اللي هي جاية في Practical Sheet نيومولايت نيو ام ان يو ام ام يو ال اي تي اي وبعدين غش كلمة فوسيل اللي بعديها ليه الاوزون لاير بتتكون في حاجه اسمها الاستراتوسفير طبعا انت شطوره وعارفه ليه due to contain high amount of oxygen yes high amount of oxygen والمفروض نكتب and UV اللي بعديها water has high boiling point and high freezing point ليه هتعرف الجنيه ليه الووتر عنده هاي بويلنج بوينت وهاي فريزنج بوينت بليز ليه ايه الحاجه المميزه في الووتر وخلت عنده هاي بويلنج بوينت وفريزنج بوينت وكان بيدوب حاجات وكان خطير وكنا بنحبه ايه بقى هيدروجين بوند بس كده ديو تو بريزنس اوف هيدروجين بوند due to presence of hydrogen presence عنده هيدروجين بوند الاوزون لاير act as protective shield يعتبر الدرع الحامي للليفنج اورجانيزم ليه عشان خاطر مش هنكتب عشان خاطر due to prevent far UV and medium UV medium UV والمفروض الفار والميديم تول harmful to human far UV وميديم UV that harmful to human المؤذيين that harmful المؤذيين للإنسان وكده الحمد لله على السلامة ليه؟ أنا برضو كده صعب إن الامتحان يجي من شكل نسأل تاني يا ستي مش مشكلة
مستر ياسر امبارح بعت ريكورد قال لا ركبوا كاس على الشيت، واللي قال ما تروش حشت للشيت تذاكروا حته، فانا مش عارفه معناها هيجي شيت ولا بعدين تذاكروا كاس وخلاص. لا انا كده هخنقك يعني، هو الراجل قال خلاص قال ايه؟ يبقى كده من الشيت خلاص. وات هابن اف، يلا ليه ده كيوت؟ وات هابن اف، ايه اللي هيحصل لو ستورنج خزننا درينكينج ووتر، ميه الشرب في بلاستيك؟ ليه بقى؟ عشان مده صلاحيته. لا اله الا الله. ديو تو عشان مش عارفه ايه اللي بيتعمل على بلاستيك. ايه ده، هو انا بقول ديو تو ايه ده؟ مش جيب ريزون. اهتم حلو، هنكتب هو توكسيستي فعلا. ليه بقى؟ هو ايه هو توكسيستي؟ صح، هنكتب بلاستيك. بلاستيك رياكت، بلاستيك ويت رياكت كلورين، جاز انوت ليد تو هارمفول افكت. The resonance matter، الحاجات الريزنز was secreted by pine tree، كان في ريزن بتخرجه شجرة عشان تضرب الانسكت. يا ترى ليه؟ عشان ايه اللي هيحصل لما تعمل كده؟ وات هابن؟ بيبدا زي ما هو ماشي. ايه اللي بيحصل له بقى؟ بيبقى اسمه ايه بعد ما الحشره تضربه بالريزن؟ كومبليت فصل. كومبليت بادي فصل ولا كومبليت فصل؟ كومبليت فصل بس، هي كلمه كومبليت فصل. شطوره مين؟ كينج. اللي بعديه، ايه اللي هيحصل لو اوفر يوز اوف فريون؟ انكريز هول 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 اوف اوزون. ايتينج فيش، لو كلنا سمكه فيها هاي كونسنتريشن اوف ليد. الليد كان بيعمل ايه يا اسطى؟ لا الليد دايما كنت بقولها وبعديها بشتد. ليه؟ افتكري كده. Death of brain cell. Death of brain cell كان بيموت. ما نمت كبير على اخر يونت. لا مش اخر يونت بس. Death of brain cell. ما جابوش اي حاجه من يونت 1 لحد دلوقتي. انت عايزه يونت 1 يجي فيه؟ لا جاب اهو بتاعت الووتر بويلنج بوينت يونت 1 ادي واحد، والانرجي ليفل الاتوميك سايز ادي يونت 1 2، والووتر بولر كونفير ما في ايه؟ لا لا اقصد اللي اول الوات هابن ده اول سؤال في يونت 1 ووتر اهو. لا اللي اول تيلسنس اللي هو بتاع ماندليف. لا ماندليف والحاجات دي في المسائل اكتر منطقي يعني. يلا طيب كتبت ديث اوف برين سيل ولا لا؟ ايه اكتب ايه؟ ديث اوف برين سيل، لو شربنا ميه فيها ليد او كلنا سمكه فيها ليد، ديث اوف برين سيل، خلايا المخ بتموت. ديث ديث اوف برين سيل في ايه؟ ديزولفينج ماجنيزيوم اوكسايد ان ووتر، ايه اللي هيحصل لو دوبنا ماجنيزيوم اوكسايد ان ووتر؟ فورم الكلي. فور الكلي هيعمل الكلي، بس مش دي قليله شويه؟ حلو. لا ونكتب المعادله. نضمن السؤال ام جي او بلس H2O، طبعا انت عارفاه MgOH between bracket ال OH وتحطي تحت البراكت 2. اللي بعديها the pollution of water with animal and human waste. ها ده biological pollution، ده the pollution of water with animal and human waste. ايه اللي بيحصل؟ many disease. ايه many disease
طب قولي لي اكزامبلايه كده. تايفايد، اكتبان، هيباتايتس. ما بنجيبش في سيرتك يا اسطى. نعم. زير از دو ايونوسفير لاير. لو ما كانش فيه ايونوسفير في الثيرموسفير كان ايه اللي حصل؟ نو وايرلس كوميونيكيشن. نو وايرلس كوميونيكيشن. اخر واحدة. Decrease water temperature to less than 4. هيحصل له فريز وهيعمل هيكساجونال كريستال. ايه؟ مش فاكر الحكايه دي. فريز وبيعمل حاجه اسمها هيكساجونال كريستال. فريز وهيعمل حاجه اسمها هيكساجونال كريستال. هيكساجونال كريستال. هي كده. باي باي ديفريزو. باي باي واتحب. نبدا المعادلات. انا من وجهه نظري المعادلات هي اللي بعديهم في الايه، في قوه الحبس. انت بقى رايك ايه؟ هو ايه كروس اوت؟ معادلات ولا مسائل؟ اختاري. هو ايه ده؟ اختاري الكلمه الغريبه. الادور معادلات ولا مسائل يا اسطى؟ اشوف مدى صعوبيه كل واحد. يلا بينا. بروبلم. ايوه انسر تو انسر بروبلم كونسيرنينج ان اتموسفيريك تمبريتشر ان تروبوسفير لاير. اوكي. تمبريتشر ات ذا توب، دي كاتبه القانون. تمبريتشر ات توب ايكوال تمبريتشر ات داون ماينس هاي ضرب 6.5. وبعديها هاي ايكوال تمبريتشر اد داون. لا مستر خلينا كومبليت او عشان تفكر. يعني مسائل اسهل. ماشي. نبدا. رايت ذا بالانسد كيميكال ايكويشن. اكتب المعادلات ذات الستريت اللي بتشرح الفولوينج رياكشن، التفاعلات القادمه. يلا بينا. بوتنج ا بيس اوف صوديوم ان ووتر. الصوديوم رمزه ايه؟ ان ايه. بلس الووتر رمزه ايه؟ H2O. حافظ مش فاهم. ال NA مع ال H2O بيدينا ايه؟ NaOH بلس OH بلس H2. هل كده المعادلة دي مظبوطة؟ ابدا. طب نظبطها ازاي؟ هتحطي قبل ال NA2 وتحطي عند ال NaOH التانية 2. فيبقى الناحية دي 2 ان ايه؟ لا انا كنت قايل ان ايه اتش بس. ماشي حطيتي 2 لوحدك. ماشي. يبقى هنا في 2 ان ايه وهنا في 2 ان ايه. تمام. هنا 2 اتش، هناك 2 اتش. تمام. خلاص كده مظبوط. اللي بعدها باسنج كلورين جاز ان بوتاسيوم كلورايد. ايه رمز الكلورين؟ سي ال 2. ايه رمز البوتاسيوم برومايد؟ كي بي ار. هاي يدينا مين؟ كي بي ار. هاي يدينا مين؟ كي سي ال بلس بي ار 2. كي سي ال بلس بي ار 2. هل المعادله دي موزونه؟ لا. هنحط قبل الكي بي ار 2 ونحط قبل الكي سي ال 2. ايه؟ هنحط قبل الكي بي ار 2 ونحط قبل الكي سي ال 2. هنحط قبل الكي بي ار 2 بس كده ونحط قبل الكي سي ال 2. اللي بعديها فورميشن اوف اوزون جاز. عايز معادله الاوزون، سهله قوي دي. او 2 بلس او او 3. او 2 بلس او بتديني او 3. خلاص. ديزولفنج كربون دايوكسيد ان ووتر. سي او 2 بلس اتش 2 او بيديني H2CO3. H2CO3. ايوه ما قلت لي
حاجة شبه كده. Vary action between magnesium and hydrochloric acid. المغنيسيوم رمزه ايه؟ MG. الهيدروكسوليك ما علينا. HCl. هيديني مين؟ MgCl بلس H2. حل كده ما هو MgCl بلس H2. MgCl بلس H2. بلس H2. وكده مش موزونة. فهنروح نحط 2 قبل ال HCl. فاكرة ال HCl اللي هناك؟ MgCl. أيوة. بلس H2. ماشي. خلاص كتبتيها؟ بوزن بقى المعادلة. ماشي. فبظبط الأرقام. فاكرة ال HCl اللي هناك؟ اه. هروح أحط جنبي H2. ماشي. شايفة ال MgCl؟ حطي تحت ال Cl2. ماشي. بس خلاص. The reaction between the iodine and the potassium bromide. الايودين رمزه ايه؟ I2. والبوتاسيوم برومايد رمزه ايه؟ KBr. هيديني مين؟ قولي. ازاي اصلا؟ هو مين اقوى؟ البي ار ولا الايودين؟ حطي جنبيها علامة، حطي جنبيها اكس. نو رياكشن اصلا. نو رياكشن واتأكد منها واقولك المعادلة دي مش مظبوطة. لو اتنطط الايودين اضعف من البرومين ولا يمكن ان يطرده، صح؟ مش الايودين كان تحت البرومين؟ يطردوا ازاي؟ ازاي؟ هنهزر؟ اللي بعديها صح. يلا اللي بعديها برومين. ايوه كده. بلا بي ار 2 بلس كي اي. اهو كده اقدر اقول لك بي ار 2 نمبر 7 بي ار 2 بلس كي بي كي اي بلس كي اي. كده اقدر اقول لك KBr بلس I2. اه كده تمام. روحي بقى للكي اي اللي في الاول وحطي 2 في الاخر. الكي اي انت عندك كام كي اي في المعادله؟ في الاول. ايوه. لا ال 2 دايما هتبقى في الاول، نادر قوي بنحط حاجه في الاخر. وروحي جنب الكي بي ار وحطي برضو قبليها 2. اللي بعديها رياكشن اوف صوديوم ويز كلورين. يلا 2Na بلس Cl2 جيف اس Na و Cl. هيدونا ايه يعني؟ NaCl 2 2NaCl 2NaCl. لا دي شيل ال 2 دي. ايوه انا هبص على كل المعادلة دي دلوقتي. ماشي. اللي بعديها burning of carbon C بلس O2 CO2. شكرا. C بلس O2 CO2. شكرا. اخر حاجة فتت لي المية او electrolysis of هتبقى H. ايوة H2. ايوة O. ما اكيد المية H2O. ايوة هتطلع ايه ده؟ هتبلصيها ليه؟ هو بيكهرب. H2O. ايوة هتتحول لايه؟ هتتحول ل H ل H هتتحول ل H 2 ل H 2 بلس بلس O 2 بلس O 2. اوزنيها بقى H 2 بلس O 2. كتبتيها كده؟ بلس 2 O. ايه؟ بلس O 2. ايوه كده. اوزنيها بقى. هتحطي 2 قبل الووتر و 2 قبل الهيدروجين، صح كده؟ 2 قبل الووتر و 2 قبل عديني المعادلات دي معلش. كروس out the odd word. خرج لي الكلمة الغريبة. دودو بيرد، ماموث، كواجا، بالد ايجل. اختاري. ماموث. غلط. بالد ايجل. ليه؟ لانه الدودو بيرد طار خلاص انقرض، والماموث انقرض، والكواجا انقرض، اما البالد ايجل لسه ما ماتش. ليثيوم، سيزيوم، صوديوم، مغنيسيوم. صوديوم. والله العظيم الليثيوم والسيزيوم والصوديوم الثلاثة كانوا ميتال، مين مغنيسيوم ده بقى؟ اللي بعديها
هالون نيتروجين اوكسيد كربون دايوكسيد كلورو فلورو الكون. لا هي اخر واحده غلط، كربون دايوكسيد، لان الثلاثه كانوا بيعملوا مشاكل كان اسمهم جرين هاوس افكت، بيعملوا احتباس في الاوزون. الكربون دايوكسيد ده معانا اهو، منور يا باشا. خلاص يا عم خلاص ما تضايقش. اللي بعديها نيتروجين اوكسيد ووتر فيبر هالون ميثايل برومايد. ها نيتروجين اوكسيد ووتر فيبر كواغا دودو بيرد بالد ايجل دينياسور. بالد ايجل سبحان الله عندهم اعجاب بالبالد ايجل مش عارف. فلودز فيضانات فورست فاير درافت ووتر اوزون هول. نيتروجين غاز. نو ركز بس انت بتعرف ايه؟ تعرفين نمبر 8 ايه ده؟ 6 انا لخبط مش مشكله. 5 هي البالد ايجل، 6 تاني يلا. نيتروجين اوكسيد ووتر فيبر فيريون هالون تبقى ايه؟ ووتر فيبر هي دي متعادل. عيدان ايه يا جدعان؟ نمبر 7 لا نمبر 7 كده هتبقى غلط على فكره، غيري رقم 7. انا اللي كنت عامل ماشي. ابس بير تو دو بير باندا بير بالد ايجل. بالد ايجل لا باندابير لا دو 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 لان الايبس لسه ما انقرضش والباندا لسه ما انقرضش والبالد لسه ما انقرضش، الثلاثه في خطر. اما الدودو خلاص ما بقاش في دودو بيرد. يلا فلودز فورست فاير درافت ويفز اوزون هول. اوزون هول ايه علاقته بيهم اساسا؟ ده هو جاي اساسا يقول لك وانا مالي كده. فلورين ايودين كلورين ارجون. ارجون ما تسكنوا مع نفسه حزين قوي في مع نفسه. رينوسيرس باندابير ماموس بالد ايجل يا رزلين اولاد الذين. ماموس ايه بعد كده؟ اوكي فهمت صح غلط اكيد هتسيبه للاخر. عرفت ازاي؟ يلا خلينا نتحرك نجيب ليهم ناقص ده هنا كوريكت والساينتفك تيست. خلينا نحل شويه من الكومبليت. اوكي هنحلش الكل النهارده؟ نو انا بختار الحاجات اللي بتاخد وقت في المذاكره بس هو طويل. الكومبليت 33 هيطول شويه مش مشكله هنحاول. يلا انا عارفك شطوره و you can do it you can do it. يلا مندليف الرينج كومبليت ذا فولوينج صفحه 4 بسم الله ما شاء الله عليا صفحه 4 اسندنج. يعني ايه اسندنج؟ انت بتقولي ايه؟ ماشي كومبليت مندليف arrange the element ascending يا ستي عشان ما تزعليت according to ايه بقى مندريف كان بيرتب الحاجة على حسب ايه؟ الاتوميك نمبر الاتوميك ويت. اتوميك ويت والله العظيم مندريف اتوميك ويت من اول السنة لاخر السنة لاخر يوم في عمري هيفضل بتاع الاتوميك ويت. اما مسلي رتبهم حسب ايه؟ الاتوميك نمبر. الله 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 يبارك يا ستي. The high temperature layer in atmosphere كان اسمها اعلى واحدة في الحرارة بتحب الحرارة اسمها سيرموسفير بتحب الحرارة تبقى سيرموسفير. ايه العلاقة سيرموسفير جاية من الكلمة ثيرمو جاية من ثيرمومتر من حرارة امال هما سموها ليه كده؟ هي اسمها سيرموسفير ده بجد. طب ولوست تمبريتشر اللي ما بتحبش الحراره بس كده ميزو جايه برضو من نفس الكلمه تلاقوا كده عيل ميزو في نفسه. يلا صوديوم صوديوم اسكيبت اندر سيرفيس اوف كيروسين. فاكراها كيروسين زي الحروف بالظبط كيروسين K E R O S E N كيروسين. بريفنت ات
from reaction with air. Moist air. ايه؟ Moist air. ايه؟ Moist air, moist air, moist air, moist air. ليه بنحطها تحت الكيروسين سيرفيس؟ عشان ما تتفاعلش مع المويست اير. يلا. The modern periodic table كام horizontal period؟ 18. وعشان خاطري 7. وكام vertical group؟ 18. يا سبحان الله. الاركي باتريكس از لينك بتوين حاجتين، مين ومين؟ ده كان كائن خدناه في اخر شابتر، كان كائن عنده جناحات وعنده ديل، يبقى بين مين ومين؟ ريبتلز وبيرد، بين الزواحف والطيور. ريبتلز؟ يس. ار اي بي تي اي ال اي اس اند بيرد. مش هستهجى بيرد. اوكي. فوسيل يوزد ان بتروليوم ايه؟ ايه؟ اكسبلوريشن. ايه؟ اكتشاف البترول. ايه بقى؟ اوكي، اكسبلوريشن اي اكس بي ال او ار اي تي اي او ان اي اكس بي ال او ار اي تي اي او ان. وبيحدد determining the edge of rock. مين ومين example of extinct animal، حيوانات انقرضت؟ ديناصور. لا، دودو. بيت دودو. انا حزين على الدودو بيت، بس كنت اختار الماموس. بس ماشي دودو. لو كانت كتبت old extinct animal كانت اجابتك بقت غلط، لان الاولد هم الديناصور والماموس، الدودو لسه منقرض قريب. نكمل. يعني ثبتها ماموس وديناصور خلاص. احب كده. from the pollution، من الحاجات اللي بوظت الاوزون لاير، مين؟ البشر. ايه؟ فريون. ونيتروجين اوكسايد. نيتروجين اوكسايد. ممكن تعمليها ان او عادي على فكره. شكرا. ما يحصل لسه لازم نكتبها كده. نروح على التانيين في الحروف. الله، يا ريتك ما كتبتها. ديورنج الالكترولايسيس. يا شريره. طيب في ايه؟ التصحيح. مش هو بيصلح؟ مش هو. مش هو اللي بيصلح. هيصلح كل ده ازاي؟ مش هو بيصحح. مش هو. طيب مين بيصحح؟ ديورنج الكترولايسيس اوف اسيديفايد ووتر، واحنا بنفكك الووتر في غاز بيطلع عند الانود، كان اسمه ايه؟ وعشان خاطري اكسجين. اكيد. ايه هذا؟ بس اكسجين جاز عند الانود، وهيدروجين جاز عند الكاثود. The number of group in B block is The number of group in B block is كم جروب في البي؟ من 3 لواحد. ها؟ 10. وعشان خاطري 6 كفايه. 6 كفايه. صوديو بيرياكت وذ ووتر وبيطلعوا غاز، كان اسمه ايه الغاز؟ هيدروجين. هيدروجين. والله كتبتها اتش 2. احنا خدنا الرموز والله. اتش 2 عادي. ذا ميجرنج يونت، الحاجة اللي بتقيس الاتموسفيريك بريشر اسمها ايه؟ ثانية، احنا هنجيبيها. الاتموسفيريك بريشر. ايوه. هما كانوا جاهزين. ايوه. لا، ما قالش الجهاز، قال لك اليونت. استنى يا مستر، استنى عايز اعرف ايه. بيكو متر؟ يا ريتني ما سألت. بار 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 بار. لسه كنت عارفة. والميجرنج يونت اوف الاوزون دابسون. 3 ال. لا، هو اسمه دابسون. هي الاجابه دابسون. الميجرنج يونت اوف الاوزون دابسون، هو الراجل سماها باسمه دابسون. دابسون. بير از وان اوف ذا موست اند ايدج سبيشيز. لازم تعيش شهر.
ماله؟ اوكي انت عشان اتاكد توتر ولا توترات صفحات. مين البير اللي في الاند ايدج سبيسيس؟ ايه مين البير is one of the most end age species. البير اللي بيخلص باندا. ومصحف قلتها مصدق. ال element of group 1 ايه كنا بنقول عليهم ايه؟ 1 ايه كنا بنقول عليهم ايه؟ اس. وبعد نصف ساعة من التفكير كان اسمهم الكاليميتال. والله الكلام بس احنا فضلنا كام يوم على امتحان ساينس؟ كام يوم مش كام ما عدتهاش. نخلص الاول وبعدين نكمل. الالترا فايلوت هاف افكت. ها واو ده ريز الرزاله. لا مش هتجيب النوع لو ايه. الالترا فايلوت كيميكال افكت. اما الانفراريد ثيرمال افكت. most of weather feature اغلب حاجات الجو بتحصل في انهي لاير؟ احداث الجو يا اسطى. الرياح والاعاصير والحاجات دي. وكنت بقلش اقول لك حتى بتعمل تروبل في الجو. تروبل في الجو تبقى تروبوسفير. شطوره. اللي بعديها الصوديوم والبوتاسيوم in the same group. صح. because they have same number of atomic electron and outer most energy level. ما تنتقيش زي في واحد قبل كده قال لي انت ما تعرفش ليه انا انجليزي. انا بتنمو تاني في مهن انا اعرفه انجليزي احسن من اي حد. خلاص يا عم مار بعصر. يعني الميزوسفير is highly rare field because it contain liquid quantity. حلوة دي liquid quantity of مين and مين؟ هيليوم and hydrogen. هيليوم and hydrogen. water has ability to dissolve some covalent compound. المية كويس. الwater has ability بتقدر water has ability to dissolve some covalent compound such as mean. covalent compound زي مين؟ صح. because it can form ايه البوند اللي كانت بنعملها مع الووتر؟ هتجيبها هيدروجين بوند. الاوزون لاير لوكيتد ان ستراتوسفير. الريديولاريا فوسيل is an example of microfossil. but amber fossil is example of ان شاء الله هتجيبها. الريديولاريا فوسيل is an example of microfossil. microfossil complete body fossil. ايه complete. صح. الامبر فوسيل complete body fossil. حافظاها دي اكتر حاجه حافظها كانت في البراكتيكال. طموها يا مستر. complete. اللي بعديها there are a bond اللي between molecule of water. كوفيلنت. نو هيدروجين بوند مستر. والله العظيم والله العظيم اكتر حاجه موجوده في الميه هيدروجين بوند. مستر ان هو هنا
ده الاكسجين، وهنا هيدروجين وهنا هيدروجين. حلو قوي. ده جو ده ايكوفالنت جوه الميه ذات نفسها. لو في تانية اما لو في كذا ميه ايوه كده. هو كاتب الراجل مولكيولز يعني جامع كذا مولكيول، فما بين المولكيول والمولكيول هيدروجين. انت اللي قلت مش انا اهو كاتب. يبقى بتوين المولكيولز اوف ووتر هيدروجين بوند. مش انت اللي قلتي؟ يلا مين الانسترومنت او مين الآدة اللي بتحدد البوسيبل داي ويزر؟ دي هتجيبيها. ايوه البوسيبل داي ويزر. انا صح شطوره. مين كينك؟ اما مين الاله اللي بتحدد اهري سؤال اللي بتحدد الميه بالكهرباء؟ بس كده لا اله الا الله. ما عرفيش السؤال. سلم على الدرجة اللي معاك على طول. From the extended animal من الحيوانات اللي انقرض. ايوه قال لك زمان old age. يبقى ديناصور and ماموس. الكربون دايوكسيد جاز از واو اوكسايد. ها الكربون دايوكسيد جاز از ايه اوكسايد؟ كيميكال اوكسايد. اسيديك اوكسايد. ايه كيميكال اوكسايد؟ فاكره زمان لما انت كنت طفله صغيره قلنا الاوكسايد نوعين، يا يبقى اسيديك يا يبقى بيزك. فمسكت الميتال وقلنا كل الميتال بيحصل فيها لوز اوف الكترون وبتعمل اوكسايد اسمه بيزك، وبتعمل اوكسايد اسمه ايه؟ ومسكنا النون ميتال وقلنا ان الميتال دي بتعمل جين اوف الكترون وبتعمل اوكسيد اسمه اسيديك، وبتعمل اوكسيد اسمه ايه؟ فالكربون دايوكسيد ده نون ميتال بيعمل اسيديك اوكسيد، اما المغنيسيوم اوكسيد ده ميتال بيعمل بيزك اوكسيد. شطور قوي. ذا ايه؟ موضوع مؤثر جدا. اوكي. ايه؟ ذا اتوميك سايز، الاتوميك سايز بنقيسه بمين؟ بيكومتر. انت كنت هتروح معاك يا مستر بقى. ماشي. طب الاتموسفيريك بريشر بنقيسه بمين؟ هي فرصه اهي. الاتموسفيريك بريشر بنقيسه بمين؟ صح بار. ايتنج فيش كونتين ليد بيعمل ايه؟ افتح لنا. ايوه سبحان الله. افتح لنا. ايوه انا عارف. ايه هي بقى؟ ايه ما احنا لسه حلينها. ايه بقى؟ ديس اوف برين سيلز. بط لو الميه فيها ميركوري هتعمل ايه؟ عارفه بس ناس بلايندنس. قلت امسكها بقى. ديس اوف برين سيل الليت. ديس اوف برين سيل بلايندنس. فروم ذا اكزامبل اوف كومبليت بودي فوسيل ار ماموس وانبر. مش مهندس يا ويت. انبر وماموس. نمبر اوف اليمنت ان مندليف. براكتيكال شيت عشان بيساهم اي حل بعد كده. كويس. نمبر اوف اليمنت في المندليف كانوا كام؟ نمبر اوف اليمنت 67. صح. ونمبر اوف اليمنت ان بيريوديك تيبل كام؟ 118. ونمبر اوف افيلابل اليمنت ان ايرث 95. وعشان خاطري خليهم 92. وماكسيمم نمبر اوف انرجي ليفل كام؟ والانجل بتوين ووتر مولكيول 104.5. بالظبط كده 104.2 HCl ام جي بلس 2 HCl. انا سعيد الحمد لله. انا ربنا نصرني. نكمل. CO2 بلس H2O بتديني H2CO3. الله. H2C BR2 بلس 2KI بتديني هتبقى 2BR. والكي بقى يعني الكي بتسلم عليك وبتقول لك TBR بالظبط. بلس L2 I2 2H2O equal تبقى 2H2 O2 بلس او 2. وبنكتب تحت كده
DILH2SO4. ماشي انا موافق على الكلام ده، DILH2SO4. حلو كده، فاضل الصح والغلط والساينتفك. لا تعالي نقلل شويه من الساينتفك. يا ستي سيب السهل للاخر، القاعده سيب الصح للاخر، ليه بتغيري القاعده؟ يلا بينا. هالوجين، يلا صح والغلط. هالوجين ار فروم مونو فيلنت ميتال. غلط. البور هاز ديسكفر مين انرجي ليفل. صح صح. ذا اتوميك سايز ديكريز از ذا اتوميك نمبر انكريز. صح. ايتش بيريود ستارت ويز ويك ميتال. غلط. تروبوسفير كونتين موست اوف اتموسفيريك اير انفلوب. غلط. صح. ذا اوزون لاير لوكيت من 20 ل 40 كيلو. صح. الووتر اند امونيا ار بولر. صح. مندليف ارينجد اكوردنج تو اتوميك نمبر. غلط. الفيرن فوسيل انديكيت ذا انفايرمنت ويتش لايف ويز سي فلور. دودو اند كواغا، الدودو بيرد اند كواغا ار فروم اكستنكت سبيشيز، من الحاجات اللي انقرضت. صح. ايتنج فيش ويز كونتين هاي برسنتج اوف ليد كوز بلايندرس. صح. ازاي؟ غلط. الاوزون لاير از فورمد ان تروبوسفير لاير. غلط. الهالون ار فروم بوليوتنت اوف اوزون لاير. غلط. ازاي؟ صح. ذا ساتلايت ريفولف اراوند ايرث ان تروبوسفير. غلط. ليه؟ صح صح. احنا قلنا الهالون صح، احنا عندنا 14 14 غلط. قلت لك يا مستر غلط. 15 نفسي تبدأ. The solution produced from dissolving non-metal turn the violet litmus paper into red. لا صح طبعا، لان قلنا ال non-metal بيعمل acidic oxide، والacidic oxide لو اتحطت على litmus paper بتخلي اللون red. Tropical forest is an example of simple ecosystem. صح. ازاي ده فورست يعني غابه يعني اكل كاتشير، يبقى ازاي سمبل ده كومبليكيتد. الووتر مولكيول ار لينكد توجذر باي ايونيك بوند. صح. ازاي انت شفتي ايونيك بوند في ترس الووتر اصلا؟ انا عايزها بقى. الميترز كانوا موجودين في الثيرموسفير لاير. اوكي غلط. The air move horizontally in lower part of stratosphere. صح. Okay. The unit of measuring atomic radius is Dobson. صح. ازاي يعني؟ The pilot prefer fly in mesosphere. ربنا معايا بقى، هو بيطير في الميزوسفير كده. غلط طبعا. روح يعمل ايه هناك؟ البيبرس extended plant. غلط. ايوه لسه ما قراتش، ربنا يخليه. ال over use of methyl bromide is insecticide cause increase of erosion of ozone layer. صح. صح. الهيدروجين evolve a positive pool of Hoffman voltmeter. صح. غلط. الهيدروجين في النيجاتيف. Burning carbon produce basic oxide. صح. غلط والله، والله العظيم الكربون نون ميتال، والنون ميتال بيطلعوا acidic oxide. الكربون نون ميتال بيطلع acidic oxide يا كيك. 26. الكورال فوسيل indicate the environment with shallow sea. صح.
establishing gene bank is way to protect living organism from extinction. صح. الكيميكال اكتيفيتي اوف جروب 1 صح. element increase and atomic size increase برضو صح. density غلط. of ice is more than of water غلط. الستراتوسفير is the coldest layer in atmosphere. الايس كريستال has pentagonal shape. in the period the atomic number increase as metallic property increase. صح. ازاي يعني؟ ميثايل بروميد used in extinction fire. صح. غلط. كان الهالون. الانفراريد has chemical effect. غلط. كان ثيرمال effect. كان ثيرمال. الأوزون هول انكريز انجينيوري each year. غلط. ووتر دينستي انكريز باي فريزنج. والله العظيم غلط. لا انسى صح. بس لما التلج بتجمد دينستي بتاعته بقى بتقل. طب هو كاتب ايه؟ تمام.